عليكم وجمعة مباركة، وفي هذا النهار ترحموا على والديكم على ربي، ويوم الجمعة ترحموا على والديكم على ربي، واليوم الجمعة ترحموا على والديكم، يوم الجمعة ترحموا على والديكم. ما عليناش قال الناس تيتهموا شعل الضوء، واخا شعل الضوء يعني قال لي شعل الضوء لا كاينه بعض الاشاعات اشاعات يقولوا بان المروكي كان في باريس، وقال لك سيدي والله ما نعرف، قال لك سمح فيه وشد اليوروستار ورجع. هذا المروكي، لان هذا المروكي مخابراتي في اخباركم. ايوا تهموه، قالوا بان هذاك تهموه، وقال لك كنتي مع شنو ذاك اللي تحكم علينا، محمد السادس، قال لك كنتي معاه. ايوا سيدي، انا بعد ذلك الموضوع ما تيهمنيش، لان المروكي ملي تيكون خارج من هاد البار يدير اللي بغى، وكذلك هذاك الشيء يطبق على محمد السادس، لان محمد السادس تا هو بحالنا، راه تا هو بشر. ايوا اشنا هو كما تيقولوا بديك اللغه الانجليزيه، واتس بيك ديل، مالو او مالو السيد هذاك كون جي في فرنسا مشى يشوف مو يوم لها هذاك، يعني انا ما تيهمنيش، يعني بحال انايا تيقولوا لي دابا انا غير اليوم حشمت حد الجمعه، حمل الجمعه باش نبدا العشيه الغروب، غروب الشمس عاد نبدا فهمتي، هذا شرب الماء وزيدو تناكل الحبوب. الميتفورمين تاع السكر، قلت لك سيدي هذاك الشيء ما تيهمنيش فهمتي، انا راكم هذا فهمتي، انا اللي قال لي بانني انا سكران يقول ما غاديش نتقلق، وانا بعدا ما شفت شي تصريح من عند محمد السادس، ما شفت شي تصريح من عند المروكي، ولكن شفت واحد التصريح من عندك الضيف هذاك اللي تكون في اللي تكون على مول الكاميو لحد الحد هذاك، هذاك اللي خرج التصريح قالوا لي بان سكران. ايوا خرج وركب في الطوموبيل ديالو كما العاده، ايوا وبدا يسب فيهم بك اللغه الانجليزيه، سبهم، قال لهم واش سرقكم فيا. ايوا ضيعتي وقتك وصافي، انا ما انا الناس يقولوا لي سكران سكيري، هذا دائما تكتبوا احد ما عرفش القراءة، يعني اولا واخا يكتبوا ما عرفش القراءة، هذا يجي يفسر لي المروكي تبغي يلاقي السلوك. دابا انايا حنا قلنا لكم حنا السياسة ديالنا حنايا ديال هذا المعهد، اللي بغى يسب يسب، ولكن يكون مجرد باش نسبوه الى شقات لينا، اما بعد المرات ما نديوهاش فيهم فهمتي، فلهذا ما خصناش تقلق. الا قال لك سكران عيب، انا ما نتقلقش، شنو هو؟ لا لا ماشي زعما حتى انايا هنايا تنبيع الخمر، الناس قالوا لي تبيع الخمر، واحد قال لي غيجي يسد لي البار، غادي يسد لي البار، حنا قال لك تنكمل في انا هادي من هاد المعالم على هادي، الناس غالطين. هاد البار عرفتي، هاد البار معفي، من الضرائب، معفي من القانون، هنا نكميو ونشربو ونسكرو ونتكلمو في عباد الله، وتا واحد يقدر يمسنا، نقدرو نحلو تال 48 ساعة في النهار فهمتي، فلهذا ما تضيعوش وقتكم فهمتي. اللي بغا يجي عندنا مرحبا به، إلا قدر على الترانسبور، إلا ما بغاش
ماشي اللي قلت لكم انا، ماشي اللي يقول لي هذا قال لك شافوا الملك ما شافه، قال لي راه محمد الخامس وشافه في القمر، عاد الملك ما يشوفوش في اسم الدوله ديال بارلي فرونسي. تما ما لا ولا ومع دابا هو تياكل داك اسمو تياكل الدواء، يمكن داك الشيء اثر عليه يمكن الدواء. اه ان تياكل الدواء، اه بعد المرض الدواء تا هو تاثر على الواحد. اي والله دو هادوك تيقولوا حقه ما حقه، ايوا داكشي ما تيهمناش حنايا، انا بعدا ما تيهمنيش فهمتي. اللي بغى يبرح يبرح بلا شنو نقول لك، كلاب هوهم. اللي بغى ينبح اه اللي بغى ينبح ينبح فهمتي، لان حنا ما مثلا ما ماشي سوقنا وما عليناش. دابا عاوتاني قالوا لي الناس، قالوا لي داك احنا قلنا انا قلت لكم كاين داك البرنامج ديال مول الكاميو العضراوي مع صحابه، ولكن قال لك واش هذا البرنامج شافوا فيه الرجال ما شافوش فيه النساء. هذيك المره شافوا فيه دوك لي فرانكوفون لو باري فرونسي 80% اه ولا 80% ديال من امريكا الشماليه 80%. ايوا الى 100 قسمتي على 5 ها غتخرج لك 20. ايوا 20 هو هذاك المرتزي ديال المغرب، والباقي جابوا من تما. ولكن يعني ماشي كما يقولوا باللغه الانجليزيه از نوت بالانسد، خصو يكون داكشي هذا اه. وما كاينينش النساء، ايوا ها هما كاين غير شمال اسم الدوله اللي فيها ترودو اه، هذيك هذوك هما اللي كاين تما. ايوا صافي وزيد العلوم، ولكن اللي دار مع عباد الله اه. ايوا هادشي اللي كاين، ايوا ما كاينش شي حاجه من اوروبا. ايوا ايوا كان يجيبوا شي واحد من اوروبا، هو كيبغي يجيبوا شي واحد، يجيبوا لنا مرا امرا شي هذا نشدوا في هدايا اه، جيب لنا شي مرا نتين جيبوها من هولندا ولا من بلجيكا ولا من الانجليز ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، ما عندناش ولا من الطليان، جيبوها تكلم باش العيالات دوك صحابات سوزوكي ما يتقلقوش فهمتي، لانه تاني عاوتاني مضاربين. هما هادو عندك داك سوزوكي وعندك مغربي برلين وعندك تحفه، هادو دائما في الليل عندهم العيالات. ايوا ايوا هادو اللهم جيبو شي مرا من عندهم اه، نجيبو شي مرا تحضر في هذاك اسمو هذاك الكونفيرونس الفيديو كونفيرونس ديالكم فهمتي. ايوا هادشي اللي قلنا حنايا فهمتي، غير بغينا هذاك البرنامج ينجح باش ما يقولوش بان كاين غير الرجاله اللي يطلقوا عليهم الدعايه شي حاجه. ما نعرف هنا في المغاربه فهمتي يشوفوا الرجاله كل شيء، يقولوا لا شنو هذا واش مالناش. فلهذا نتمناو من ذاك اسمو العضراوي يجيب لنا شي مرا، جيب لنا شي مرا ولا بنت ولا كيما تكون، حنا ماشي سخرة. اه وعليه 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 هو دابا يمتى نهار الحد، سيدنا نهار الحد نسهر معاك، لان حنا الاثنين عندنا بنك هولدي ما خدامينش نهار الاثنين، عندهم ماشي انا ما خدامش خلوق غير هنا في الانجليز اسكتلندا لا الانجليز هو ولكن عندهم بنك هولدي تاع اخر الصيف. واحد الحرام زادوا علينا الفلوس عاوتاني في الطاقه اه، هادو كثار من المغرب اه اه، نايض حمله مني ولقح حبالك التركي قال لهم انا ما ندير والو، لان انا غادي تيجي لك اللي غادي يولي نيو بريم مينيستر هو اللي غادي يسيدي اه. تشوف دابا حنا زادوا علينا الفلوس والحركه عيانه فهمتي، انت ما هذا ولا يشربوا الماء معليش. عاوتاني بان لي واحد الفيديو ديال ديك اسمع هذيك غادي نشوف من الحال اسمع نبيلة رميلة ما بيهاش بحال داكشي دارت واخا فيلمي ستيج مانجد مانيش ما كاينش شي اللي خص هادو المسؤولين يخلصهم مره يجيبوا واخا هذيك تيمثلوا علينا يجيبوا لينا لا بريس ويبينوا للشعب اشنا هو اش دير واش تفيق وهذا. بحال دابا قلت له ما كاينش عارفه عندها بنت دكتوره اه، واش تي هي دابا كانت جوجت على 20 وبنت 23 عام ولا دكتوره هي عندها 43 ولا 46 عام في المراه، ولكن انا ما نقولش لها شحال عمرك لان از نوت فيري هذا از نوت بولايت تو اسك ليديز ايج فهمتي. لان هذيك اللي كانت معاها هذيك واش صحفيه ولا غادي تشطح، هذه بشرى الضو ولا بشرى الماء بشرى الضو غادي لابسه الطالون واش العمده لابسه السبرديله، لان عندها غتمشي تخدم باش ما تعياش، والاخرى جايه تحبس جايه تشطح دايره النواره ولابسه واحد داكشي ديال عرفتي داكشي ديال فلور عندي فلور باور فهمتي، جايه غادي تاهي ايوا كنتي تلبس السندال ولا الصباط ولا شي حاجه، وانت جايه ديك المره شتك ماشي سونترال دايره النواره
بحال هذوك الشطاحه ديال الكوري ديال الفلامينغو بحال. معليش، وكاين دابا هذه العمده قد تيتكلموا، ولكن قال لهم خص الناس المغاربه المغاربه المغاربه، اه هذوك المغاربه، اه هذوك البيضاوي المغاربه ما عندي بيهم، نقي احتفظوا على نظافه ديالكم. هاد الكلمه خصهم يعملوها في لي بانو، وبحال هذاك اسمه داك الترام، هذاك الترام خصهم يديروا فيه واحد ريكورد ميساج، واحد الخطاب يقول ملي يكونوا جايين بني عمك جايين جايين البحر، شي واحد في الكازيتا تقول لهم اسمعوا دابا غادي البحر وما يتساليوش، جمعوا زبلكم جمعوا زبلكم وحافظوا على نظافة الشواطئ ديال المدينة. بحكا هما غاديين وهاك تيقولها لهم بحكا، يسجلوها وغادي في هذاك الترام في الطوبيسات، ويديروا ما شفتوا انا والو حاجة اللي كاتبين عليها حافظوا على نظافة شاطئكم، لا ما شفتهاش والو. اش غادي تقول؟ تلاقى مع واحد بالي فرونسي مروكيه شي شلحه المغربي، قال لي اشنو ظهر؟ قلت له سيستال، قلت لهم ولكن معلوم لان المغاربه تيجي تلوحوا الزبل ديالهم، كاين لي بوبيل باش يلوحوا، معليش بركاس نقول لها تيلوحوا فين يلوحوا هذاك الزبل، تيلوحوا في الربله، لانهم هادو تيديروا هادشي العروبيه. وواحد يقول لي علاش يقول المغرب، اي واحد تيخرى في الارض يخلي الكرسي ديال فين يخرى وتيخرى، ولا تيخول البابي هيجينيك، فهمتي، هذه تسمى عروبي. واي واحد تيلوح الزبل في البحر تيتسمى تا هو عروبي. ايه واش بنقول ليه؟ نقول ليه من الدار البيضاء؟ لا حاشا حاشا، ولا وكي دابا هما تيقولوا قال لك حنا تنحاولوا نصلحوا، وكي دابا ما مشوش لدار السلطان ودار المؤمن وديك اسمها ايه. وكان قالت لك عندهم واحد البرنامج ديال باش يوجدوا الدنيا ديال جيت الشمس، جيت الشمس، مولاي الشريف در مؤمن عثمان وهذوك الدروبه كاين، قال لك غادي يدير لهم شي حاجه، ايوا ولا يدير لهم شي حاجه مزيانه، حان الوقت باش ينقيو لك الدنيا ويصوبوها، لان هامش هي. وكي دابا هي مقابله مع المدينه قالت لك درنا ودرنا، ايوا سيري لزنقه انجو، شوف ديك الدار، ديك الدار دابا شي عامين ودي نشوف فيها، كل مره هذاك اسمه شوف تي في ما عندهم يديروا، تيمشوا لديك الدار اللي يصوروا فيها، ايوا ديك الدار كي تشروها صحه، ايوا وتصوبوها، كيما غادي تصوبوا لوطيل لينكن من هنا لواحد 30 عام، وكي دابا هذيك العمده الرميلي مي مشات يبينوا لها في ذاك المحل ذاك البيت ديال الاسعاف. ما كاين والو، كاين غير الصباغه بيضاء، والطبيب لابس الطابليه ولا هو الطبيب ولا الطبيبه او الفرمليه، هادشي اللي كاين، ما كاين كراسة لا والو، ايوا هي تقول لهم ما كاين لا فرفاره، ما كاين لا فرفاره لا اير كونديشن لا والو، ما عندناش. هي تقول شكون اللي كان معاه؟ كان معاه هذاك المسؤول، رئيس دائرة عين دياب، واحد الشفاط راه فيه، قالت لي بحال ديروا لهم شي فريج هنا، لان باش الما ديالهم يبقى بارد، ويجي يشوف فيها. شوف هذا الشفار، لان ها هو المسؤول، هو اللي بنى هذاك الشيء، اللي بنى داك المحل ديال الاسعاف. واش ملي دير الاسعاف ما كاينش الماكينه ديال القلب، ما كاينش داك الشيء ديال الاكسجين، ما كاينش البياص، ما كاينش كراسه، ما كاينش ديك الكابينت اللي يخبيو الدواء، ما كاين والو. وتم التصويره ديال اسمو الملك محمد السادس ما كاينش، وتلك الكروه الحمراء ولا الهلال الاحمر ما كاينش، لان هذاك شفار، هذاك هذا انا نقول لك من هنايا، ان هذاك رئيس مصلحه ديال عين دياب، علاش درت فيك ارميلي، قلت لك دير، ملي قالت لي دير لهم شي فريج ودي شوف فيها، زعما كاين فريج شي حاجه، شنو هو الفريج؟ الفريج ملي يحطوا فيه الدواء ولا اسمو كاين بعد دي بومار ولا شي حاجه، خصهم يبقوا في الفريج، فريج يدير، ودي يشوف فيها، لانه عرف راسو دار بالفلوس، مو باش هذا. ايوا هاو دارت فيه العمده، دارت في ذاك رئيس الدائره، وتيبان شفار، بديتي تيبان لي شفار. شوفها علاش انا باش نعرفو مش شفار، ولاني انا براسي كنت شفار، ايوا شكون يعرف الشفار؟ غير الشفار، انا كنت تنخون راسي، ايوا شتي ها انت بعدا كشي دارتي مزيانه، نقول فيها مزيانه، خارجه واقفه على شغاله، وكاين مع هذاك اللي معاه باكن عليها مولاي، حيدك مولاي، روح تقاوم انت مولاي ما ديزاش، حيد مولاي، ماشي فيلالي ماشي، حيد مولاي، وبقى بحال ايوا انت ماكن، كيفاش تولدي مولاي وانت يهودي؟ لا معليش،
مش سوق كل شيء بحال بحال، كلهم مغاربه. فهمتي كيفاش القضيه؟ اه هذيك الضو، هذيك الضو تاع فهمتي. لا 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 لا، بحال دابا، بحال دابا شي اللي دارت هذا اسمها، والله بقيت عاقل على سميتها، نبيله، نبيله. نبدا نقول لها غير نبيله، ما كاين لا رمي لا والو، نبيله. هاد نبيله هي دابا شي دارت رغم هذاك شي ستيج مانج، اه مانيش، ولكن بهادو دابا هاد العروبيه اللي هادو ديال الدائرات، علاش ما يديروش بحال داكشي؟ يفسروا الناس ها فين يمشيو الفلوس، اش درنا؟ ايوا تيجي واحد تما بارك تما تياخذ الطوموبيله تمشي للبحر، تمشي تقلب عليه ويمشي يشوف العامل، والعامل ما كاينش، العامل براسو تا هو راه في البحر. فهمتي كيفاش القضيه؟ قلت لهم فين هما السياره؟ قالت لك السياره ديال راجلي، وراجلك منين جاتو، منين جاو الفلوس باش يجيب شري لك السياره؟ مانيش مش سوق لا حتى الشفار، غير انما هو شي اللي قالت فهمتي، قالت لك النظافه ما النظافه، وهذاك اللي اسمه كيقول راسو مولاي، هذاك اللي مقابل النظافه ما شديش الدروب الاخرين نشوفوا النظافه. فهمتي؟ ايوا هذا خصكم توعيوا عباد الله في المدارس، في المدارس وعيهم النظافه من الايمان. جمع زبلك يا الكلب، بحال هكا جمع زبلك يا الكلب، كتبوها لهم في بالهم في البحر. واش المراه مسكينه، المراه اللي مقابله المراحل، قالت لك اخويا تيهرسوا، تيهرسوا، تيخونوا القاع، تيخونوا جابيل، تيخونوا كل شيء، وتيهرسوا. ماشي غير هذا، تيهرسوا، لانهم حمير عندو عروبيه، باباتهم عروبيه هاد الكلاب. شوف واحد الحمار تما قال لها الماء بارد، واش واش جاي عندي الشيراطن الماء بارد؟ ايوا باش بيدعوا الماء، الماء الماء الماء، جابوا لكم الماء باش تحيد الملحه، ماشي باش تعوم ليا بالشامبوان والصابون. لا داكشي يديروا في دارك، لا سير الحمام بالقربه على باقي الحال. فهمتي كيفاش غادي؟ الا الا ما كاينش الماء، الا على البساله الماء بارد. ايوا واش بيدير الماء بارد؟ الماء بارد مزيان بحال العقليه هذا، لانه عروبي. تيتنعس تيسكن في واحد في شي دوك اسمو السطيح ولا فاسيح ولا كذا، دوك البراك. ايوا علاش ما كاينش التوعيه؟ ولكن اللي ما شافش هو السين. جمع زب، جمع جمع زب، جمع زبلك يا الكلب، هاكا كتبوها اليوم دي هاكا. ها وديك المراه اللي كاينه بوحدها يديروا مع واحد، وكاين دبا المراحل، ماشي دير لي مرحاض المرحاض سهل. انا جي انا شحال مرحاض تيسوى المرحاض؟ عملت 800 باوند هنا المرحاض، صيفط لكم 8 8 المرحلة، شحال هي 8000؟ ها هي المراحل. ولكن شكون اللي غادي يقابلهم؟ شكون اللي غادي ينقيهم هذا؟ فهمتي؟ ايوا هذا ماشي يبقى دير المراحل، وحتى المراحل ما تعرفوش تبنيهم. اما اللي بغات دير المراحل خص دير الخدامة، دير الخدامة جوج جوج، واحد في الصباح واحد في العشية. فهمتي؟ فهمتي؟ دير بحال هكا الخدامة، وعاد دير الباترول اللي تيدوزو باش ماشي يتسدو الكابينة، ما يبداش يبول عليك من الفوق. فهمتي؟ ولا لا فهمتي، دير بحال هكا فهمتي؟ ويديروا الكاميرا، شوف الكلب حنا نصوروا فيك بحال هكا. اه على برا الكابينه، جا شي واحد مع اللي بغى يبول قدام الحيط صوروه. اه وعطيو التصويره للبوليس، خلي البوليس، البوليس ملي يكون معلم يديرو يقلبوا عليه، يقلبوا عليه. وديروا مره مره دوك التصاور وريهم في الدروبه، كاين شي واحد، كاين شي واحد يعرف هذا البوال اللي بحال هكا، تشوهوا بهم. اه ايوا هادشي خصكم ديروا. وفي المدارس، المدارس المدارس ما عندناش، ما كاينش المدارس، المدارس راه قالت لي واحد المرأة، قالت لي التعليم، قالت لي التعليم ديال ديال البريفي تا هو مقود. اه واحد المرأة قالت لها، قالت لها اسمها، قالت لها نبيلة، اه نبيلة، قالت لها نبيلة. اه اه ايوا شتي دابا، ها انتوما، ها انتوما دابا، هادشي هادشي اللي شتي مزيان إلا ما كانش تمثيل. اه إلا ما كانش تمثيل مزيان، ولكن خصكم ديروا أكثر من داكشي أكثر. شي تقول جيب لي واحد يقول لي مولاي، مولاي ما كاين لا مولاي والو، ماشي قود هو ديك مولاي. فهمتي؟ يمشي يجمع الزبل من درب السلطان، ويجمع الزبل من سيدي مؤمن، ويجمع الزبل من درب غلاف، ويجمع الزبل من المدينه القديمه، ويجمع الزبل من حدا دارنا. اه فهمتي؟ اه فهمتي كيفاش القضيه؟ فلهذا انا كنت معكم، جيت باش نتكلم معكم وصافي، ما كاين لا هذه لا هو. فهمتي؟ والاخوان راه قلنا لكم هذيك، ها المراكي لا يتحمل المسؤوليه شو وقع في باريس. فهمتي؟ لانه ما لان هذا والله ما نعرف كشي اللي تيدير ما تيكونش هنايا، انا لا اتحمل مسؤوليته، انا از نو اي ام نوت ريسبونسيبل. فهمتي؟ انا بعدا باش تقول لي واش المالي كان سكران ماشي سكران، ماشي سقسيو هذاك اسمو ديال شيكاغو، سقسيو هو يقول لكم الجواب. انا ما نعرفش، انا بعدا اي واحد بحال هذا السؤال ما تنجاوبش عليه، لانني انايا تنبيع الخمر، وما تنبغيش الكليان ديالي يكونوا سكرانين، وما تنبغيش عباطه يطلقوا عليهم الدعايه. واي واحد سكران راه مزيان تجاوب. دي كيفاش قضيه؟ فلهذا هذا السؤال ما تيهمنيش انايا، هذا سكران ماشي سكران، هذيك الهضره ديال المغرب خليوها في المغرب، اما هنايا هي سبيست. فهمتي كيفاش قضيه؟ فلهذا اي تحيه.
حنا الاولى هو قال لك راه هذاك اسمه هذاك محمد السادس راه كان بيلا، يكون هو الحاجه بيلا دائما بيلا. عمر تكلمت عليها؟ لا ايوا صافي. واحد الاخ قالوا لي واحد يبيع التيشيرت، تبيع التيشيرت بسميتي فهمتي، تبيع التيشيرت ديال هذا تبيعهم. ايوا عامل سميتي عامل هذا غيرش فهمتي. انا نقول لهم ما تشريوش من عنده، ما عندوش هذا، اللي بغى البون كواليتي يجي عندي. اما هذا كي تبيع لكم هذا وهذا التيشيرت فهمتي، ما تشريوهاش من عنده فهمتي. وغادي يعطيكم النمره ديالو كل شيء باش ديروا لي شويه ديال بيبيسيتي نشوفوا به. فلهذا انا غنمشي بحالتي، كنت معاكم انايا من هنايا فهمتي. فلهذا الله يطيرني ويطيركم. اليوم الحال سخون، الحال سخون، الحال سخون اليوم. معليش عندي ايوا هادشي اللي كاين. كان شي حاجه كتبوا لي وهذا وصافي. من بعد غادي نعمل واحد الفيديو خفيف ظريف، غادي نديرو من جهه اخرى وصافي. اسمحوا لي اليوم الفقيه الساحي مازال مجا من البحر، مشى البحر فهمتي. مشى البحر اليوم حتى الائمه تيعنوا الحق يمشيو يعوموا بحوايجهم. اللي كيفاش غادي يدير؟ هو هذا. نخليكم مع السلامه.